بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن علم المواريث من العلوم الشرعية المهمة التي يجب بيانها للناس وتعليمهم إياها، لا سيما في هذا العصر الذي أعرض الناس فيه عن هذا العلم. ويتضح هذا الإعراض من وجهين، هما ترك العمل به كما هو موجود في كثير من بلدان المسلمين، وكذا الأمر الثاني زهد كثير من طلبة العلم في تعلمه وتعليمه لصعوبة أسلوب كثير ممن كتب في الفرائض على المبتدئين، وبعضهم قد قربه بأسلوب سهل وسلس وسليم. ولا تستقيم حال الناس إلا بهذا العلم الشرعي. ومن أقسام هذا العلم الشرعي علم الفرائض، فإن أهميته من الشرع بمكان، وتتحلى أهميته فيما يلي: أولا، أنه جزء من الدين، فلا يجوز الإخلال به وتركه، بل يجب الحرص على تعلمه، لأن الدين كل لا يتجزأ. فكما أنه يجب علينا تعلم الوضوء والصلاة، كذلك يجب أن نتعلم كيف نقسم المواريث كما شرع الله تعالى. ولا تخفى خطورة إهمال شيء من الدين أو الإعراض عنه، فإنه سبب للعقوبة العاجلة والآجلة. ثانيا، مما يدل على أهمية هذا العلم، أن الله جل وعلا قد تولى تقدير المواريث بنفسه، فأنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة، كما في سورة النساء، قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، إن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. ثالثا، تتبين أهمية هذا العلم وهو علم الفرائض، أن الله تعالى جعلها حدودا، فوعد من أطاعه في تنفيذها على ما شرعه بالخلود في الجنان، وتوعد من زاد فيها أو نقص أو حرم من يستحقها بالخلود في النار والعذاب. فقال عقب آيات المواريث: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي أن هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله، فلا تعتدوها ولا تتجاوزوها. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله، أي فيها، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار. أيضا مما يبين أهمية هذا العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقسمة هذه الحقوق، فقال جل وعلا: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها،
فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وجود استدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء أهل الفروض فروضهم التي قدرها لهم ربهم، وما بقي فهو للعاصب، والأمر يقتضي الوجوب. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، الأمر هنا يقتضي الوجوب، ومن ترك واجبا فقد أثم، ولا سبيل إلى فعل هذا الواجب إلا بتعلم قسمة المواريث كما شرعها الله تعالى. أيضا مما يبين أهمية هذا العلم أنه كونه نصف العلم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم. وهو ينسى، انتبهوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو ينسى وهو أول علم، وهو أول شيء ينزع من أمتي. هذا الحديث رواه الترمذي، وهذا الحديث وإن ضعف أهل العلم إسناده إلا أن فقراته يشهد لها القرآن والسنة والواقع. أما الفقرة الأولى في الحديث وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فيشهد لها الآيات السابقة والحديث السابق وعموم الآيات والأحاديث التي تأمر بالعلم والتعليم. وأما كونه نصف العلم فلأن علم الفرائض قسم وباقي العلوم الشرعية قسم آخر، وذلك أن للناس حالتين، حالة الحياة وحالة الموت، والفرائض يتعلق بحالة الموت أو بما بعد الموت، أما باقي العلوم فإن متعلقها حال الحياة، ولا يلزم من التقسيم التساوي كما أفاد ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينسى، أما كونه ينسى فهكذا العلم كله ينسى إذا لم يتعاهده المسلم بالمراجعة والمذاكرة، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن وهو أصل العلم كله. سادسا مما يدل على أهمية هذا العلم كثرة أقوال الصحابة في بيان أهميته والحث على تعلمه، ومنها قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن، وقال تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كاليدين بلا رأس. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض. سابعا مما يدل على أهمية هذا العلم حاجة الناس كلهم إليه، وذلك أن الناس كلهم إما ميت أو وارث، فلا بد من اتصافهم بإحدى الحالتين، ومن كان كذلك فلا بد من تقسيم إرثه إن كان ميتا أو إعطائه نصيبا من الإرث إن كان حيا. هذه الأمور السبعة تدل على أهمية هذا العلم، وأذكرها من جديد ملخصة. أولا إن مما يدل على أهمية هذا العلم أنه جزء من الدين، وكل جزء لا بد من الاهتمام به على حدته والاهتمام به بمجموعه. ثانيا أن الله جل وعلا قد تولى تقدير المواريث بنفسه فأنزل فيها آيات مفصلة بخلاف بعض الأحكام، فإن الله جل وعلا أمر بها بشكل مجمل وبأمر مجمل ثم جاء التفصيل فيها في السنة، كما في شريعة الصلاة، إن الله جل وعلا أمرنا بإقامة الصلاة وأمرنا بالإتيان بها في وقتها، ولكن بعض تفصيلاتها وبعض تفاصيلها كبيان أعداد الركعات لم يذكرها الله جل وعلا إلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت في السنة النبوية، والسنة مبينة لما قد أجمل في القرآن. كذلك مما يدل على أهمية هذا العلم أن الله جل وعلا جعلها حدودا، فقد ختم آيات المواريث بقول تلك حدود الله، فمن زاد فيها أو نقص فقد تعدى تلك الحدود. أيضا مما يدل على أهمية هذا العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقسمتها فقال ألحقوا الفرائض بأهلها. أيضا كونه نصف العلم قد ورد فيه حديثا في ذلك، اختلف أهل العلم فيه
صحته، وقد صححه جمع من أهل العلم. كذلك ما يدل على أهميته كثرة أقوال الصحابة في بيان أهميته والحث على تعلمه. سابعا، أهمي حاجة الناس كلهم إليه، فالناس إما حي وإما ميت، والحي لا بد أن يأخذ ميراثه من الميت. هذه مقدمة متعلقة بأهمية هذا العلم. وقبل أن ندخل في هذا العلم، أحب أن أبين بعض التنبيهات المتعلقة بهذا العلم. فأقول إن علم الفرائض لا بد أن يأخذها طالب العلم على معلم يشرح له ويبين له ويذكر له المسائل والتطبيقات، فإن أخل بما ذكرت فلا يتمكن من ضبطه. ولذا أنصح بمن أراد أن يتقن هذا العلم أو يتقن هذا الباب أن يتحلى بما يلي: أن يكون مواظبا على حضور المحاضرات المتعلقة بعلم الفرائض، ثانيا التركيز الدقيق أثناء المحاضرة وتصفية الذهن من الشواغل، فلا يكون الشخص عند سماعه أو رؤيته لهذه المحاضرات أن يكون منشغلا بذهنه وبقلبه أو منشغلا بشيء آخر. كذلك المراجعة الدائمة والمباشرة لما يدرس، لا بد هذا العلم يا إخوة وأخوات يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى تعاهد، وهو حقيقة من العلوم التي تحتاج إلى حفظ وفهم، فلا يكتفى فيها بالفهم فقط دون الحفظ، ولا يكتفى فيها بالحفظ دون الفهم. فهناك أمور لا بد من حفظها فيما يتعلق بهذا العلم. أيضا مما أنصح به فيما يتعلق بهذه مما أنصح به فيما يتعلق به بمن أراد أن يتقن هذا العلم الإكثار من حل الأمثلة. هذا العلم يحتاج إلى التطبيقات كثيرا، فهو ليس علما نظريا فقط، بل علم نظري تطبيقي. فمن تعلمه من حيث النظري ولم يطبق المسائل ولم يشرح المسائل ولم يحل المسائل فإنه قد يكون على نقص كبير يخل بفهمه لهذا العلم. أيضا من النصائح التي تؤدي إلى فهم هذا العلم وضبطه السؤال عما يشكل. أما ما يتعلق بالحضور الدائم لهذه المحاضرات، أحب أن أبين أنه في هذه المحاضرات أنا مساند للمحاضرات المرئية، فالأصل والأساس أن يدخل الطالب وأن يستمع الطالب والطالبة للمحاضرات المرئية الموجودة في موقع العمادة أو موجودة مثلا على بعض وسائل التواصل ونحو ذلك. قد ألقاها الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المحيصن في محاضرات مرئية، وقد شرحها وبينها ووضحها وشرح تطبيقات لهذه المسائل وكل ما يتعلق بموضوع من موضوعات هذا المقرر. فهو يختتم كل مبحث أو موضوع بذكر مسائل ويشرحها على السبورة مبينا لها وموضحا لها أتم وضوح. كذلك مما أريد أن أبينه في هذه أنه لا بد أن نخصص أو تكون هذه المحاضرات متعلقة فقط بهذا الموضوع وهو موضوع الفرائض، فلا دخل لنا في موضوعات أخرى. وأتمنى أن تكون الأسئلة إذا فتحنا مجال للأسئلة أن تكون الأسئلة متعلقة فقط بهذا الموضوع وهو موضوع محاسبة التركات. نحن في هذه المادة المستوى الخامس في لقسم الإدارة
نأخذ مادة محاسبة التركات، فلا دخل لنا في موضوع آخر، والتركيز على موضوع معين يجعل الطالب يستفيد أكثر ويتقن ما يشتغل به. وأما الذي يخرج من يمين وإلى يسار أو يخرج عن الموضوع المقرر يشتت ذهنه بهذا الخروج. فأعيد وأكرر أنني في هذه المحاضرات إنما أنا مساند لهذه الحلقات المرئية، وأجيب عن الاستفسارات إما في وقت المحاضرة وإما عن طريق المنتدى، وقد أنشأت منتدى بعنوان أسئلة واستفسارات متعلقة بمادة محاسبة التركات، فنجعل المجال مفتوحا للأسئلة بعد انتهاء المحاضرة أو على هذا المنتدى أو على الإيميل الإلكتروني، وسأنزل لكم هذا الإيميل الإلكتروني لمن أراد أن يسأل أو يستشكل. وكذلك فإني أنصحكم بمتابعة هذه الحلقات المرئية أولا بأول، وأن تجعل لك جدولا تسمع فيه هذه الحلقات. وبحمد الله هذه الحلقات مقسمة، هي عبارة عن 30 حلقة تقريبا، ومقدار كل حلقة لا تزيد عن 30 دقيقة، وبعضها 25 وبعضها أكثر بقليل أو تنقص عن ذلك حسب ذلك الموضوع الذي طرح في تلك المحاضرة. أيضا من أراد أن يضبط هذا العلم فإن هناك بعض الدروس التي تشرح في قناة اليوتيوب تشرح الفرائض من علماء هذه البلاد المباركة، فقد شرحها وكتب بعضها للعلم كتبا ذكرت هذا العلم وبينته ووضحت. ومن تلك الكتب كتاب الفرائض للشيخ عبد الكريم اللاحم، وهو كتاب يدرس في المعهد العلمي، ذكر أصول هذا العلم وذكر تطبيقات وذكر أسئلة في نهاية كل موضوع، فيحسن بطالب العلم أن يستفيد من هذا الكتاب. كذلك للدكتور عبد الرحمن الشمسان قناة في اليوتيوب شرح فيها موضوع الفرائض والتركات، شرحها شرحا سهلا ميسرا، فالطالب عندما يستمع لهذه الحلقات المرئية للدكتور عبد الرحمن بحيسن الذي اعتمد منها من عمادة التعليم عن بعد سيستفيد فائدة كبرى. وأنا أيضا سأشرح أغلب تلك الموضوعات، لأننا في مثل هذه المساندة لهذه الحلقات المرئية لا يمكن أن نأتي على كل الموضوعات، لكني سأشرح وأستعين بالله في شرحها، ونبدأ على بركة الله ندخل في هذا العلم ونشرحه ونبينه بذكر المبادئ العشرة لعلم الفرائض. هناك مبادئ عشرة لكل علم، كل علم له مبادئ عشرة، وهذه المبادئ العشرة تتمثل في أمور: التعريف، الموضوع، الثمرة، النسبة، الفضل، الواضع، الاسم، الاستمداد، الحكم، المسائل. هذه عشرة أمور مبادئ لكل علم، فكل علم لا بد أن تكون مبادئه العشرة، يعني من تلك المبادئ تعريف هذا العلم. لا يستقيم أن يتعلم طالب العلم علما لا يعرف تعريفه، فأنت عندما تدرس الفقه لا بد أن تعرف تعريف هذا الفقه، وعندما تدرس النحو لا بد أن تفهم ما هو تعريف النحو، وعندما تدرس الاعتقاد لا بد تعرف تعريف العقيدة. فأقول إن علم الفرائض كسائر العلوم الشرعية وضع الفقهاء له مبادئ عشرة ليتعرف الطالب على هذا العلم ويتصوره قبل الخوض فيه
أولا تعرفه، الفرائض جمع فريضة من الفرض، والفرض هو في اللغة الحزم والوجوب والتقدير، هذا هو الفرض. أما في الاصطلاح عرف بعدة تعريفات أجمعها العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث وما لكل وارث. العلم الذي يعرف به من يرث، يعني هذا العلم تعرف يعني توفي رجل مثلا عن ابن وزوجة وخال وعم وعمة وجد، هل كل هؤلاء يرثون؟ الأمر الآخر إن كانوا وارثين كم مقدار ميراثهم؟ وهل هناك أحد يرث كل المال أو بعضه أم كيف تقسم؟ هذا هو العلم، العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث. وإذا عرفت أنه يرث فما لكل وارث من نصيب، كم له؟ فمثلا هنا إذا توفي رجل عن زوجة وابن، الزوجة كم تأخذ؟ وهذا بنص القرآن، ذكر الله ميراثها في القرآن أن إذا كان لها ولد ترث الثمن، وإذا لم يكن لها ولد ترث الربع. فأنت لابد أن تعرف أن الزوجة هنا وارثة. الأمر الثاني أن تعرف مقدار تلك الميراث. إذن هذا هو الأمر الأول من مبادئ العشرة لعلم الفرائض، التعريف. الأمر الثاني الموضوع، ما هو موضوع علم الفرائض؟ التركات، موضوعه التركات. ثمرته معرفة ما هي ثمرة علم الفرائض يعني أو علم التركات. أنا درست التركات أو مادة محاسبة التركات، ما هي ثمرة هذه الدراسة؟ الثمرة الأولى معرفة حق كل وارث من تركة مورثه. الثمرة معرفة حق كل وارث من تركة مورثه ليسهل إيصاله إليه. نعرف الآن مثلا هذا المثال الذي ذكرته لكم، توفي رجل عن زوجة وابن، الزوجة هنا ستأخذ الثمن، نعرف أن لها الثمن. المبدأ أو الأمر الرابع من المبادئ العشرة لعلم الفرائض نسبته إلى غيره. ما علاقة علم الفرائض بالعلوم الأخرى؟ نقول إنه أحد العلوم الشرعية وجزء من علم الفقه، ولذلك الذي يدرس الفقه سيدرس في البداية فقه العبادات، ثم فقه المعاملات، ثم ما يتعلق بالوقف والوصايا، ثم سيدخل على علم الفرائض. من قرأ كتابا فقهيا سيجد أن هكذا يرتب العلماء كتب الفقه، فيذكرون فيها علم الفرائض بعد ذكرهم لكتاب الوقف والوصايا، فهو جزء من علم الفقه لا يتجزأ منه. والعلماء قد أفردوا علم الفرائض بمؤلفات خاصة، وبعضهم جعل له مادة خاصة. لماذا؟ لما ذكرنا من أهميته في بداية هذه المحاضرة، بأنه نصف العلم، وأن الله جل وعلا قد تولى تقديره بنفسه، وأنه من العلوم التي تنسى، إلى غير ذلك من الأهمية. فضله، ما فضل علم الفرائض؟ نقول إن لعلم الفرائض فضل عظيم أو فضلا عظيما يظهر في عدة أمور. أهمها الأول كما ذكرت لكم أن الله جل وعلا قد بينه في كتابه الكريم، وبين غالب أحكام الميراث على التفصيل، وتولي الله له بهذه الصورة يدل على فضل هذا العلم وأهميته. الأمر الثاني بيان الرسول صلى الله عليه وسلم من أحكام هذا العلم ما لم يبينه القرآن، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم الفرائض وتعليمه كما ذكرت لكم فيما سبق. ومن الأحاديث الدالة على أهمية هذا العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. كذلك ما يدل على فضل هذا العلم اجتهادات الصحابة في مسائل الفرائض رضي الله عنهم التي لم ينص عليها القرآن الكريم والسنة، وترغيبهم في تعلم الفرائض وتعليمه. وذلك كتب عمر بن الخطاب
إلى أبي موسى الأشعري قال: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا نهوتم فالهوا بالرمي. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ منكم القرآن فليتعلم الفرائض. الأمر الرابع ما يدل على فضل هذا العلم أن العلم بأحكام الميراث وسيلة لقطع النزاع بين الأقارب. فإذا مات الميت وكان له تركة وكان له مال وكان له شيء من الأموال كالعقارات أو السيارات أو النقود، فإن أقاربه إذا لم يحصل قسمة هذا الميراث سيتنازعون، وسيكون الأقوى آكلا لمال الضعيف. فلذلك حد الله جل وعلا حدودا وبين ما لكل وارث من هذه التركات. إذا انتهينا الآن من بيان فضل هذا العلم. واضع علم الفرائض، من هو الذي وضع علم الفرائض؟ هو الله جل وعلا الذي وضع علم الفرائض، الله جل وعلا، حيث بين أنواع الإرث وغالب من يرث بكل نوع ومقدار نصيب كل منهم، وذلك في آيات المواريث من سورة النساء. اسم هذا العلم بماذا يسمى؟ هذه المادة التي تدرسونها التركات تسمى بالفرائض. لذلك إذا أردت أن تبحث عن درس فيها أو متعلق بهذه المادة تعرفها باسم الفرائض، وتسمى بالتركات، وتسمى بعلم المواريث. كل هذه تسميات لهذا العلم. استمداده، من أين يستمد هذا العلم؟ يستمد الفرائض من أربعة أدلة، يستمد من أربعة أدلة. الأول القرآن الكريم، الثاني السنة النبوية المطهرة، الثالث إجماعات الصحابة، الرابع اجتهادات الصحابة. هناك إجماعات الصحابة أجمعوا على أمر من الأمور، وهناك اجتهادات اجتهد الصحابة فيها كبعض المسائل التي ستمر فيما يتعلق بالفرائض. ومن المسائل التي اجتهد فيها الصحابة توريث الجد إذا اجتمع بالأخوة، وهذه مسألة لها تفصيلات ولها تقسيم معين وطريقة معينة في ضبطها وفهمها ستمر إن شاء الله تعالى. أيضا ندخل في حكم الفرائض. ما حكم العمل بالفرائض أو حكم تعلمه؟ نقول حكم هذا العلم لا يخلو، يعني يدخل تحت الحكم مسألتان. المسألة الأولى العمل بالفرائض، المسألة الثانية حكم تعلم علم الفرائض. لذلك انتبه عندما يسألك أحد يقول ما حكم العمل بالفرائض، تقول له يجب العمل بعلم الفرائض، لأن الله جل وعلا قال بعد أن قسم التركة قال تلك حدود الله، تلك حدود الله، فهذه حدود ينبغي أن لا تتجاوز. أما تعلم هذا العلم فهو فرض عين على من يبين الميراث، وفرض كفاية على غيره. ما معنى هذا الكلام؟ أو نستطيع أن نقول أن حكم تعلمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما من يتصدر لتعلم هذا العلم فإنه ينبغي عليه أن يتعلمه. فمن تصدر لهذا العلم أو يريد أن يقسمه لابد أن يتعلمه، وهذا أمر معلوم بالضرورة. فمثلا رجل أراد أن يدخل في شيء أو في مسألة من المسائل، فمثلا أراد أن يدخل في الإيجار لابد أن يتعلم أحكام الإيجار. أما رجل يقول أنا ليس لي مال ولا لي دخل في موضوع الإيجار فأنا لن أتعلم موضوع الإيجار، نقول هنا تعلم هذا العلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقي. أما من سيدخل في هذا الشيء، سيدخل مثلا في النكاح أو سيدخل مثلا في الإيجار
أو سيدخل في موضوع البيع، سيبيع ويشتري، لا بد أن يتعلم هذا العلم. من كان له مال كثير وتجب فيه الزكاة، لا بد أن يتعلم أحكام الزكاة المتعلقة بماله، فلا يجب عليه أن يتعلم جميع أحكام الزكاة التي لا دخل لها في ماله، إنما يتعلم الذي يختص به وسيدخل فيه. إذا نقول من يدخل في أمر من الأمور لا بد أن يتعلمه ويجب عليه. أما إذا لم يدخل فيه ويقول أنا لا علاقة لي به، فإنه يجب وجوبا كفائيا، يكون فرض كفاية، ومعلوم معنى فرض الكفاية. أما مسائل هذا العلم وهو المبدأ الأخير من المبادئ العشرة لعلم الفرائض، مسائله ماذا يتكلم عنه هذا العلم؟ يتكلم عن شروط الإرث وأركانه وأنواعه وموانعه، كذلك يتكلم عن أصول الفرائض، من هم الوارثون، الوارثون من الذكور، الوارثات من الإناث، تأصيل المسائل، أصحاب الفروض. يتكلم أيضا عن الحجب والتعصيب، وكذلك أقسام الورثة بالنسبة للإرث بالفرض أو بالتعصيب، كذلك بعض المسائل المتعلقة به، وأخيرا تستفيد من هذا العلم أن تقسم التركات وأن تحسبها. هذا آخر ما يدرسه طالب العلم في علم الفرائض، أن كيف يقسم التركة، كيف يقسم التركة. بعد ذلك بعد أن انتهينا من المبادئ العشرة لعلم الفرائض وأذكرها ملخصة، نقول إن لعلم الفرائض مبادئ عشرة، مبادئ عشرة. الأول تعريفه هو العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث وما لكل وارث، وممكن أن يقال هو العلم بفقه الفرائض، بفقه المواريث وحسابها، العلم بفقه المواريث وحسابها. وبعد ذلك موضوعه التركات، حكم تعلمه، حكم تعلمه فرض كفاية، وأما ثمرته فهو إيصال الحقوق لأهلها، وأما فضله قد ورد فيه أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة. واضعه هو الله جل وعلا، أما اسمه فهو الفرائض، وممكن أن يقال المواريث أو التركات. أما استمداده فهو مستمد من الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة وإجماعات الصحابة واجتهاداتهم. وأما نسبته إلى غيره فهو أحد العلوم الشرعية، فهو أحد العلوم الشرعية. هذه باختصار ما يتعلق بهذا، وأما مسائله فهو المسائل التي ستمر معنا إن شاء الله تعالى. بعد ذلك ندخل في موضوع آخر، أنا أرجو أن يكون الصوت واصلا إليكم وتسمعونه بشكل جيد، وأتمنى أن تكتبوا شيئا لكي أفهم أنه قد يصل إليكم هذا الصوت. فهل الصوت تسمعونه أم لا؟ الصوت تسمعونه؟ تسمعون الصوت؟ أنا ظهرت إشارة صح، إذا تسمعونه. الحمد لله. أحد لديه استفسار أو سؤال؟ من لديه استفسار أو سؤال؟
نعم أحد لديه استفسار أو سؤال؟ أحد لديه استفسار أو سؤال؟ أحد لديه استفسار أو سؤال؟ إذن نشرع في الموضوع الذي يليه وهو مميزات الإرث في الشريعة الإسلامية. ما زلنا في مقدمات متعلقة بهذا العلم. نقول مميزات الإرث في الشريعة الإسلامية له عدة مميزات. الميزة الأولى أنه تشريع إلهي من لدن الله تعالى العليم الخبير بخلقه المتفضل عليهم بنعمه الحكيم في تصرفه، ولذا فلن يدخل في تقسيمه الحيف والأثرة والظلم كما هو حاصل من الإرث في غير الإسلام المبني على عقول البشر التي لو صلحت لتفاوتت ولما أحاطت بأسرار الخلق وحاجاتهم في الحاضر والمستقبل. الميزة الثانية من مميزات الإرث في الشريعة الإسلامية مراعاة الحاجة بين الورثة، حيث جعل غالبا حظ الذكر من الإرث أكثر من حظ الأنثى، وذلك لما يتحمله الذكر ويجب عليه من تبعات الزواج والإنفاق على الأهل والأولاد والضيوف إلى غير ذلك. الميزة الثالثة تقسيم المال الموروث على أكبر عدد ممكن من الورثة فينتفعون به ويكون مدعاة لانتفاع المجتمع بما ورثه الوارث الراغب في مجالات التجارة ونحوها، بخلاف ما لو كان قاصرا على واحد ونحوه، فإنه قد يكون ممن لا يستفيد المجتمع من أموالهم لبخلهم أو كسلهم أو جبنهم. الميزة الرابعة تقوية الروابط الأسرية بجعله الإرث لأقارب الميت ومن له نعمة عليه من زوج ومعتق له، وبحرمانه من الإرث القاتل والعبد والمخالف في الدين حتى لا يطمع الوارث في قتل موجزه ليرث ماله، لأن القتل يمنعه منه، والمخالف في الدين لا يطمع في مال مورثه المخالف لدينه لعدم النصرة بينهما، والعبد لئلا ينقل مال المورث إلى غيره، لأن ما سيملكه العبد سينتقل إلى سيده الجديد. الميزة الخامسة لهذا للإرث في الشريعة الإسلامية الدعوة إلى العمل والإنتاج وترك البطالة، لأن المرأة إذا علم أن ماله ينتقل بعد موته إلى أقاربه وذويه دون غيرهم نشط في العمل. أنت الآن إذا كنت تعلم أنك إذا مت استفاد ولك مال، استفاد من هذا المال أقاربك، لكن إذا علمت أنه لا يوجد قسمة أو أن مالك سيذهب هباء منثورا فإنك قد لا تحرص على أن تحصل المال. فلذلك الشريعة الإسلامية شرعت الإرث، وكان في ذلك دعوة إلى العمل والإنتاج وترك البطالة، فينفع الشخص نفسه وأقاربه ومجتمعه. الآن ذكرنا مميزات الإرث في غير الشريعة الإسلامية. أما الإرث في غير الشريعة الإسلامية، إذن بعدما أن ذكرنا مميزات الإرث في الشريعة الإسلامية وذكرنا أن له عدة مميزات من أبرزها أنه تشريع إلهي، الأمر الثاني مراعاة الحاجة بين الورثة، الأمر الثالث
تقسيم المال الموروث على أكبر عدد ممكن من الورثة. الأمر الرابع تقوية الروابط الأسرية. الخامس الدعوة إلى العمل والإنتاج وترك البطالة. بعد أن ذكرت لكم مميزات الإرث في الشريعة الإسلامية فإني أذكر لكم مميزات أو عفوا فإني أذكر لكم واقع الإرث في غير الشريعة الإسلامية. فأقول إن الإرث ليس مقصورا على المسلمين، بل هو معروف عند غيرهم قبل الإسلام وبعده، لكنه يختلف عند كل أهل دين ونظام عن غيرهم. فهو عند بعضهم قد يورثون الرجال ولا يعطون النساء شيئا، ويكون مبنى الإرث حسب الحالة الاجتماعية أو الحالة الاقتصادية عندهم، فهو من وضع عقول البشر. ومجمل نظام الإرث عند غير المسلمين أو عند من كان قبل الشريعة الإسلامية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مجمل ذلك الإرث أو مجمل الطريقة التي يكون بها الإرث إما بحرمان النساء والصغار، فذلك يقول الله جل وعلا قد نهاهم عن هذا الفعل، قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فهم يحرمون النساء والصغار، وكانوا في ذلك الوقت لا يرون للمرأة شيئا من الاعتبار، وكذلك للصغار لا يرون لهم شيئا من الاعتبار. فأتى الإسلام فأعطى كل ذي حق حقه، وراعى المصالح، وعدل بين الناس، ومحى ما كان في ذلك الوقت من الأفكار المخالفة للعدل. أيضا مما قد يكون في الإرث في غير الشريعة الإسلامية أن بعضهم قد يحرم بعض الأقارب أو يحرمهم جميعا، أو يجعل أموال الميت لمن قد أوصى له، فيكون الميت هذا له مال فيوصي به مثلا لشخص بعيد جدا أو لا قرابة له أو لا نسب بينه وبينه، فيحرم القريب ويكون ذلك المال للبعيد، وهذا منافي للحكمة ومنافي للعدل. كذلك أن بعضهم قد يجعل ذلك الميراث ملكا لبهيمة ككلب وغيره، وبهذا يتضح أن هذه النظم حرمت أكثر الأقارب، وبعضها حرمهم جميعا فتقطعت أواصر الصلة بين أفراد الأسرة الواحدة وسائر الأقارب. إذن هناك فرق بين الإرث في الشريعة الإسلامية وغيرها من الشرائع. إذن نحن في هذا اليوم قد تكلمنا عن عدة أمور، تكلمنا عن أهمية هذا العلم، ثم دخلنا في ما يتعلق بالمبادئ العشرة لعلم الفرائض، ثم شرعنا في مميزات الإرث في الشريعة الإسلامية ثم الإرث في غير الشريعة الإسلامية. وبهذا يكون قد بقي دقيقة أو أكثر وينتهي الدرس أو تنتهي موعد المحاضرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسيكون في اللقاء القادم الكلام عن الحقوق المتعلقة بالتركة، وذكر أسباب الإرث وشروط الإرث وأركان الإرث وموانع الإرث، ومنهم الوارثون من الرجال ومنهم الوارثات من النساء. هذا ما سيكون في الحلقة القادمة، ولنا معكم موعدان. الموعد الأول كهذا الوقت الساعة 7:30 من يوم السبت، وأما الموعد الثاني فهو يوم الأحد الساعة 9:00، ومدة المحاضرة 45 دقيقة. وأحب أن أبين أنه لا يوجد مذكرة معتمدة، بل أنت تستمع إلى الحلقات المرئية، وستكون الأسئلة من تلك الحلقات المرئية. وأحب أن أبين أن علم الفرائض علم حسابي، قد تأتيك المسألة وتتغير معك الأعداد، فليس مقتصر على تلك الأمثلة فقط التي ذكرت في الحلقات المرئية.
هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كان لديه سؤال فليسأل. وأذكركم أنه قد فتحنا منتدى للأسئلة والاستفسارات، من أراد فليسأل فيه وسأجيبه خلال يوم أو يومين حسب المتيسر. من لديه سؤال؟ أحد لديه سؤال؟ أفتح الميكروفون. السلام عليكم. بقي شيء أيها الإخوة؟ أحد لديه سؤال؟ أحد لديه سؤال؟ نعم تفضل. لا ما عبد الغني تفضل. تسمعون كلامي؟ أتمنى إذا تسمعون كلامي تضعون إشارة في أو رسالة. أحد يريد أن يسأل سؤالا كتابيا أو صوتيا؟
إذا سأقفل المحاضرة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.